السلام عليكم أصدقائي. اليوم حلقتنا جدا مميزة عن البهارات. شنو البهارات الأساسية اللي تستخدمها بالطبخ واللي تكون لازم موجودة بكل مطبخ، وشون أحفظها الأطول فترة ممكنة، وشون النكهات تطلع طيبة بالأكل. ليش؟ هذا كله راح تعرفوه في هذا الفيديو، خليكم ويانا. رقم واحد أصدقائي، شلون نحافظ على البهارات؟ جدا مهمة، لأن هي اللي راح البهارات اللي تعطي الأكل طعم طيب وريحة واصلة السابع جارح مثل ما نقول. شلون أصدقائي؟ أول شغلة، عندنا مكان يكون بعيد عن الطباخ، يعني مثلا مو عندكم رف هنا وتحطون البهارات فوقه والطباخ هنا، اللي راح يجي حرارة والحرارة راح تفسد البهارات. حتى نتجنب هذا الفساد مال البهارات، شو نسوي احنا؟ مكان اظلم ومكان جاف وبارد بنفس الوقت. هسه نقول يعني شلون باعوا؟ هذا ابسط شيء كاونتر عندكم، تحطون بيه البهارات مكان اظلم هو وجاف وبارد بنفس الوقت، دائما يكون لين مسدود ما يوصل لحراره. هاي ابسط شيء، مو تحطوه يم الشباك بصفه شيء يضرب الشمس عليه، هذا ايضا مو زين. هاي اول شغله اصدقائي لازم نعرفها. ثاني شغله، شنو العلبه اللي احط بها؟ علبه بلاستيك او علبه قزاز اللي هو البلور؟ طبعا الافضل انه تحطوه بعلبه قزاز، اللي هو طبعا قزاز احنا البلور اخوانا العرب اذا يشوفونه بلور اللي هو قزاز الجام، افضل شيء يكون له. وبنفس الوقت لازم تكون محكمه. يعني شنو محكمه؟ يعني هسه هاي النوعيه هاي هو اصلا مال البهارات، يصير هنا نبي فدشون ماده البلاستيك، يعني إذا فاتحين البطل مال بيبسي راح تكون واشر فوق يكون اللي هو البلاستيك بحيث من يسده ما يندر مي ولا يسرب نهائيا. فهاي نفس الحالة بالنسبة للعلب، إذا تستخدموها أحسن شيء هو الزجاج. وطبعا أكيد إذا تكون تشتري علبة متناسقة حتى تدوخ، لا هاي عالية ولا هاي ناصية وما تترتب عندكم نهائيا، لازم تشترون علب خاصة بالبهارات، احسن طريقه لها على مود تضل جودتها وريحتها زين. هسه اصدقائي، شلون اعرف البهارات مالتي تازه لو تعبانه لو قديمه واني ما ادري هذا صار ليش قد مشتري؟ طبعا الافضل وبتاكد انتم ما راح تسووا ولا انا راح اسوي، انه شنو؟ نجيب قلم نكتب التاريخ مالته. لا انتم راح تسووها ولا انا راح اسويها. فش نسوي؟ تفتحون البهارات مالتكم، تاخذون من عندها شويه وتفركون ايديكم بيها بهالشكل وتذبوها. هسه ننفضها زين، نجي نشتري ايدينا مضبوطه ريحه ويلي بطنج. شلون ريحه تخبل؟ طبعا البطنج انا سويت على ايدي رهيب، معناته هذا صالح للشغل. ثاني شغله، حتى تعرفون البهار مالتكم ايضا زين، لازم من تفتح واذا صار لك هواي ما مستخدمه انت هذا النوع من البهارات، نفتحه نباوع عليه، اذا صاير مثل التكتلات بيه معناته هذا خربان، خليه وذبه لا تستخدمه احسن لك. ثاني شغله، اذا همين عفتوه بالكاونتر رحتوا سافرتوا ورجعتوا ورا سنه ورا ست اشهر باعوه عند بار يلا خليني استخدمه، لا تباعوه اكو بيدود، اكو مرات يكون هيك دود صغير يجي بداخل تصحيح مسدوده بس هو سبحان الله يتكون ايضا هنا بداخله، فهذا الشيء لازم ايضا تاكدون من عنده. عمر البهارات ايش قد لازم؟ البهارات من تجيبها المطحونه عمرها 6 اشهر، يعني بكل الاحوال اذا انت 6 اشهر رحت وجيت وشفتها ما حافظها بصوره صحيحه طبعا اكيد ذبها احسن لك، لان ما راح تستفاد لا نكهه ولا طعم بها. اوكي خلصنا من الدعايه زين. المحلات الكبار شلون يحافظون عليه؟ يجيبون قواني وما ادري شنو، اكو شغلات يسووها ايضا بس ما اعرف احنا بالبيت بصراحه ما فد يوم نستخدمها، يحطوها بالتجميد بالفريزر يحافظ حتى 10 سنين تضل وياهم. اوكي يخلوه بالفريزر اذا يجيبون كميات كبيره ويخلوه يشربون بها. شوف اصدقائي، انا انصحكم نصيحه اذا تشترون بهارات، يعني اكو علبه كبيره مثلا، علبه وسط اصغر، وعلبه اكو اصغر طبعا من هاي تكون بس هاي شويه طولانيه، فيا تشترون او اكياس. طبعا الافضل انا بالنسبه لي كل واحد حسب عدد عائلته واستعماله، يعني هسه مثلا اشتغل هواي بالبهارات، استعمل بهارات يومي، اطبخ لكم وانزل لكم فيديوهات، فلازم اشتري من هاي اوفر لي واصرف لي، الحجم الكبير طبعا. انتم بالبيت يعني متاكد ما راح تستخدموا البهارات قد ما انا استخدم، فافضل ان تشترون كميات صغيره لكم. ليش؟ حتى تظل جودتها موجوده وطعم طيب يعطيكم بالاكل. زين اذا جبتها وعفتها وتركتها
ما راح يصير فيها طعم. قد ما تحط وتقولوا لي شيف سنه سوينا اكله بس ما طلعت طيبه مثل هيك، طبعا ما طلعت طيبه لان البهارات صار قرن عندكم ما دار بيها، فتخلصوا منها وتجيبوا جديد شويه شويه احسن لكم. هسه خلصنا من شغله العلب، نيجي على شنو؟ شغله الاكياس. اكو اكياس يبيعون بهارات مال اكياس، شلون يعني من اشتريها؟ لا اشتروها برا اذا عندكم علب. طبعا شنو؟ طبعا الاكياس حسب نوع الشركه اللي تسويها. طبعا تحياتي للاستاذ هاني، هاي بهارات مال الاستاذ هاني دزليها من امريكا، جربتها روعه 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 كلش طيبه، تحياتنا له. واكيد عنده متجر تقدرون تشترون من عنده اللي هو موجود استاذ هاني، بس كتبوا عليه او مستر هاني فراح تعرفون المتجر مالته وتشترون. جماعه امريكا كندا هاي كلها تفيدكم انتم لان قريب عليكم ويوصل كل دول العالم طبعا كل وقت. طبعا هنا طريقه حفظها جدا راقيه، كلش حلوه طريقه حفظها، احسن من هاي البهارات اللي هي حفظها شيء تعبان يعني. هاي رهيبه يعني حتى تستخدمها بها يكون من هنا فد شلون هيك كبسه تكبسها على مود يسد عندكم صوره صحيحه. ايضا هذا يفرق زين. هسه انا استخدمت شيء خلينا نقول هذا وفتحته، شلون راح ارجع احافظ عليه حتى تحافظون عليه بنفس الوقت؟ بكل سهوله حاولوا تفرغون الهواء. شلون تفرغون الهواء؟ بهاي الطريقه شوفوا هيك تسووا له، المهم الهواء راح عندكم. هسه نرجع شو نسوي؟ طبعا الفاتحه من هنا بقى شلون؟ مفتوح من هنا هو. شو نسوي هسه؟ الهواء طلعناه من عنده طبعا، نجي نلفه بهاي الطريقه شوفوا. لما راح الفه ايش راح يصير عندي هسه؟ اجيب دائما لاستيكات، كل بيت لازم تكون موجود عنده لاستيك. نجيب لاستيك وهاي العده مالتنا. هاي بنحفظها هيك اصدقائي، احسن طريقه لها للبهارات حتى تظل محافظه على الجوده مالتها، لان اذا عرفت القبض مفتوح انت للبهارات او الكيس مفتوح الماده اكو زيوت عطريه بيها راح تطلع تروح وبعد ما بيها طعم نهائيا ايضا. فهذا ان شاء الله جدا مهمه اذا تريدون البهارات تحافظون عليها. اصدقائي البهارات اللي نستخدمها بكل بيت عراقي موجود متاكد 100%. شوف حتى احنا خلصانات عندنا طبعا باستخدام نور زوجتي. عندنا هنا الفلفل الاسود شوفوا خلصان، الكاري خلصان، الكركم خلصان، وعندي هنا سبع بهارات اللي هو بهارات البرياني معروف عندنا. هاي كل بيت عراقي لازم موجود عنده، واكيد ايضا كل دوله سوريا لها بهارات خاصه، المانيا، التركية، كلها لها بهارات محلية تستخدم بالاكل. هذني اساسيات بالمطبخ لازم يكونوا موجوده. زين بس حتى تطلع نكهات طيبه عندكم شو نسوي؟ لازم تعالوا رويكم عن النكهات الطيبه بعد اكثر يعني. البهارات اللي استخدمها اني مو زوجتي، هاي زوجتي استخدمها، انا استخدم غير بهارات. تعالوا اقول لكم عليها شنو هي. شوفوا البهارات اللي تستخدمها زوجتي ايش قد هذني بس اللي باعوا. هاي بهارات زوجتي وهاي بهارات اللي استخدمها اني بالطبخ طبعا. زين ليش يقول لك الرياجيل دائما طبخهم اطيب من النسوان؟ لان نستخدم هاي البهارات احنا وانتم تستخدمون بس هاي. زين المهم هسه اصدقائي راح احكي لكم البهارات بالنسبه لي كشيء اساسي استخدمه اني. اللي راح استخدمه هيل مطحون وهيل عادي، الهيل الحب هذا. ذني اساسيات عندي بالحلويات او مثلا نسوي تشاريب، ذني جدا ضروريات. عندي هنا شنو عندي؟ الجوزة الطيب، جوزة الطيب جدا مهمة، يعني تعطيها نكهة للدجاج واللازانيا وذني المعكرونيات أكثر شيء يعني، والدجاج يعطي نكهة كلش طيبة إله، جوزة الطيب أنصحكم تستخدموها. زين، عندي هنا التندوري، بهار التندوري هواي يسألوني مين تشتري؟ بهار التندوري ترى موجود بالشورجة بكل مكان، وبالنسبة لنا هنا بألمانيا موجود بالأسواق العربية والتركية، بهار التندوري، خلطة جاهزة تجي وياها يكون تشوفوها كلون حمراء وكلون صفراء. اللون الحمراء حاطين وياها لون بودرة الشوندر فتصير حمراء وتطلع الدجاج لون كلش حلو وطعم رهيب. زين بالنسبة لهنا عندي بهار البابريكا، البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر المطحون. هذا شنو معناته؟ فلفل أحمر اكو بارد واكو حار، أنا بالنسبة لي دائما أستخدم بارد، إذا أريد أسوي حار راح أخلي الفلفل الأبيض إذا كان دجاج وفلفل أسود إذا كان لحم طبعا. بس اكثر شيء بهار البابريكا تستخدم للدجاج ما تستخدم للحوم. اوكي زين هسه عندي شنو هنا؟ بهارات البرياني، البرياني اكيد تستخدم للبرياني، احنا نستخدمها
تشريب نريد نسوي بنكهه طيبه ايضا نخلي ويا المي شويه بهار برياني راح يطلع طعم كلش طيب. زين عندي هنا الدارسين اللي هو القرفه المطحونه والقرفه العواد، العواد نستخدمها للتشاريب وبالنسبه للدارسين القرفه المطحونه نستخدمها ويا الحلويات اكثر شيء ويا الهريسه ويا اذا نريد نركب مجموعه مال البهارات سبع بهارات فاكيد راح يكون هذا موجود ويا اللي هو الدارسين لان انت نكهه كلش طيبه للبهارات وايضا الهيل المطحون. زين عندي ناشر بعد القرنفل، القرنفل اللي هو القرفه عفوا القرنفل اللي هو المطحون وعندنا الحب نستخدم احنا باللحومات بشكل مو طبيعي بالعراق لان يعطي نكهه رهيبه للقاص اللحم للاكلات التشاريب نحط وياه حب واكو يحطون وياه ذا تتبيله وبالفرن نخليها راح نحط وياه نستخدم مطحون يعطي نكهه رهيبه. زين عندي بعد شنو هنا؟ الزنجبيل، الزنجبيل يستخدم ويا الدجاج وهمين ويا الاشياء اللي بيها معكرونه مثلا يعطي نكهه كلش طيبه ويقطع الزفاره وفيتامينات بنفس الوقت. عندي هنا بعد شنو الكمون؟ الكمون اي شيء بقوليات ان كان شوربه ان كان حمص بطحينه سلطات دائما استخدم وياها كمون لين حتى يخفف من القولون او الغازات الموجوده اكيد. زين اقرا عليها الكمون كلش مفيد. عندي هنا شنو بعد؟ سماق، السماق نستخدمه ويا السلطات وبنفس الوقت الكباب اذا مو ويا السماق لا تعتبره كباب هذا، اوكي؟ عندنا بعد هنا ورق غار، ورق غار ايضا جدا جدا مفيد الورق الغار. يقضي على الزفره ان كان نستخدمه بالدجاج السلق او نستخدمه ايضا ويا بهارات مثلا اذا نريد نسوي في بهارات ايطاليه راح نسوي ايضا وياه. وعيني قامت تضحكني لين اجاني من الفلفل شويه هيجي. فورق الغار ايضا اصدقائي جدا مهم وضروري كل بيت متوفر عنده حتى يفرون اللحم يقضون على الزفاره مالته فيخلوه يعطون نكهه طيبه للحم اللي هو بهذا. اوكي؟ وبالنسبه لبهارات اوريجانو عندي دائما استخدمه انا ايضا عندك للحوم هي من تعطي نكهه كلش طيبه، طبعا لحم مو العجل، اللحم الخروف انا استخدمه يعطي نكهه كلش طيبه، ولحم المثروم ايضا ويا الكفته يصير كلش طيب. فهاي اصدقائي البهارات احنا اللي نستخدمها وهاي بهارات الرجال بهارات النساء. طبعا هواي ناس اتاكد يعني هم اكو يستعملون بهارات عندهم هوايه يستخدمون لان كل شيء له نكهاته الخاصه. بس انا بالنسبه لي هذا اللي دا اشوفه ان شفت امي او شفت اي مطبخ دا ادخل عراقي هاي بهارات عنده اساسيه يستخدمهن وهذا اللي مو اساسيات عندهم لا كل الاساسيات عندي. زين هسه يا بهارات تستخدمها للحم ويا بهارات تستخدمها للدجاج. بهارات اللحم دائما تكون لونها على جوزي. يعني مثلا هسه عندي هاي شوفوا راح اصفط لكم ياهن بهارات اللحم بهارات الدجاج وارجع لكم على مدة تصير خربطاتكم خليكم وياي. هسه اصدقائي نجي على اي بهارات تستخدم للحوم الحمراء وتستخدم للحوم البيضاء. هاي الصراحه اللي تشوفوها الهوايه هذين تستخدم للحوم الحمراء وهاي اللي شويه تستخدم للحوم البيضاء اللي هي الدجاج. زين شنو اللي نستخدم للدجاج بهارات ضروريه تكون موجوده اي دجاج تسويه طبعا حسب الاكله بس الاساسيات مالتهم. هي المطحون عندنا اذا شاورما اريد اسوي طبعا زنجبيل رهيب وعندنا هنا فلفل ابيض فلفل احمر البابريكا وهنا عندي بهار التندوري استخدمه للدجاج وبالاضافه الى جوز الطيب. هذني بهارات الدجاج يصحون. نجي على بهارات اللحم. الجوز الطيب حطيته هنا شوي لي قدام ليش؟ لان تستخدم ويا اللحم بس اكثر شيء تستخدم ويا الدجاج، يعني بالسبع بهارات لما نريد نسوي خلطه مع سبع بهارات راح نحط بيها جوز الطيب. عندي هنا الدارسين اللي هو القرفه. استخدم ايضا للحومات وللتمن البرياني وهالشغلات استخدمه وعندي هنا الحب عفوا العودان او العيدان. زين عندي هنا اصدقائي بهار الكبابه، بهار الكبابه هواي يسالوني عليه طبعا هنا مطحون عندي بالمانيا هواي يقولوا لي مين تشتري تعليقات كومه تجيني طبعا اسمه بيمنت اول شيء بالالماني وثاني شغله تلقوه اسواق ايديكا والالدي وبس حب ما يجي مطحون انتم لازم تطحنوه. عندي هنا نستخدم القرفة عفوا القرنفل ويا اللحم فشي توب خاصة ويا التشريب غير شكل. وعندي ايضا المطحون اذا بدي استخدم شاورما لحم او شغلات باللحم ايضا تصير بالقرنفل. زين ف
فلفل اسود استخدم اللحومات الحمراء، اللحومات الحمراء استخدم فلفل اسود، وفلفل ابيض اللحومات البيضاء. هيل عندي هنا استخدمه الحب دائما ويا مفور فتشيلي لحم نحط له هيل. عندي هنا شنو بعد؟ ورق الغار. ورق الغار جدا مهم باللحم او الدجاج، هم نستخدمه الاثنين. ويا الفوره مالته يعطي نكهه كلش كلش طيبه، ويطلع الزفاره طعمه رهيب. واكو مطحون من عنده نستخدمها ويا صلصه البيتزا مثلا، نخليها او اريد اسوي فد صلصه، يعني مهم تدخل بالمطبخ الايطالي اكثر شيء. فهاي اصدقائي بهاراتنا الموجوده اللي نستخدمها، ولهنا ان شاء الله او كان وقعتها. ولهنا اصدقائي خلصت حلقتنا هذا اليوم. اذا تريدون وحبيتوا غير افكار نسوي لكم على شغلات انتم تريدوها، ايضا كتبونا بالتعليقات حتى نسوي فيديوهات عليها ونعلمكم عليها الطريقه الصحيحه شنو هي. ونقول لكم لا تنسوا الاشتراك بقناتي، قناتي الجديده اكو اصدقائي فتحت قناه جديده، اتمنى من عندكم تشتركون بها اللي راح تلقوها في الفندق الوصف موجوده، لان هذيك القناه صار عندي بيها مشاكل. تحياتي لكم، شيف سان العبيدي من المانيا، مع السلامه. باي. قبل تروحون اصدقائي بس حبيت اعطيكم معلومه شلون اصفط ماتي المجر مال البهارات. طبعا انا بالنسبه لي دائما اخلي البهارات الصحيحه اللي هي مثلا عندي الهيل، الدارسين اللي هو القرفه، القرنفل، ورق الغار، الفلفل، اي شيء حبوب عندكم كامله دائما احطهن بصفحه واحده حتى شنو ما اخربط بيناتهم. ومثلا عندي الهيل مطحون احطه بصف الهيل عادي، والقرنفل المطحون بصف القرنفل الحب، وايضا القرفه اللي هو الدارسين نفس الشيء اسويهن. وبالنسبه للكاري والكركم ايضا احطهم بمكان واحد، البهارات الصفراء والبهارات الحمراء ايضا سويه حتى ما اخربط بيناتهم. طبعا الافضل اذا انتم عندكم ورقه صغيره بها لزقه تحطوها وتكتبون عليها نوع البهار، يكون هواي هواي افضل لكم، وحتى ما تخربطون بيناتهم وكل شويه مطلعين هذا لا تشموه تفتحوه مو هو تردوه ترجعوه، لا هاي احسن طريقه لكم حتى من البدايه تسووها وبعد ماكو داعي تعيدوها. ولهنا اصدقائي خلصت حلقتنا هذا اليوم، لا تنسون اشتراك بقناتي الجديده ولا تنسون القديمه ايضا اذا تقدرون. تحياتي لكم، شيف سان العبيدي.